بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم على شاشه قناه الاهلي وحلقه جديده من برنامج الاشبال. زي ما قلت لحضراتكم دايما في برنامج الاشبال هيكون لينا هدف، وهدف كبير كمان. مش هنكون مجرد برنامج بنعرض نتائج او اهداف او مباريات، لكن برنامج الاشبال دايما هيكون بوابه لكل المواهب الموجوده وخاصه في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، ان احنا نقدمهم لكل جماهير مصر. الحمد لله واحد من مواهبنا اللي اتكلمنا عنه في اول حلقه لينا واخترناه كمان كان معانا نجم على الطريق، تنبأنا له ان شاء الله هيكون ليه مستقبل كبير. اختارته جريده الجارديان البريطانيه واتكلمت عنه. عرضنا لقطات لشادي رضوان ابن الاهلي وقلنا ان شاء الله هيكون ليه مستقبل كبير. لكن رسالتنا ونصيحتنا لشادي رضوان وكل المواهب الموجوده داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، كل ما ربنا بيكرمك لازم تتواضع وتبعد عن الغرور. دايما تسمع كلام مدربينك في القطاع. دايما تحافظ على صحتك. دايما تجتهد في التمرين. دايما تتكلم مع مدربك وتعرف سلبياتك ايه عشان تشتغل عليها، ودايما تطور من نفسك. دي رسالتنا لشادي رضوان وكل المواهب الموجوده داخل القطاع. وبنقول برضه لشادي رضوان احلم، وان شاء الله في يوم من الايام ربنا هيحقق لك حلمك وتكون زي محمد صلاح نجمنا العالمي، زي ما جريده الجارديان البريطانيه اتكلمت وقالت. بالمناسبه جريده الجارديان البريطانيه دي من اكبر الصحف الموجوده في العالم، فلما تتكلم عن ناشئ او لاعب مصري موجود داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي فده شيء مهم جدا جدا جدا. والحمد لله برضو النادي الاهلي وقطاع الناشئين بالنادي الاهلي دايما بقدم الدعم والرعايه لكل المواهب الموجوده داخل القطاع. زي ما احنا شايفين مع حضراتكم دلوقتي دول ال 60 موهبه اللي تم استعراضهم من قبل جريده الجارديان البريطانيه. لو اتكلمنا عن ابرز المواهب الموجوده من ضمن ال 60 عندنا ياسر العروسي، ده من اصول جزائريه بيلعب في نادي ليفربول قادما من هانوفر الالماني، بيتسم بالسرعه وبيلعب بالقدم اليسرى وسط مهاجم. عندنا تاني موهبه رودريجو. رودريجو ده بيلعب في نادي سانتوس البرازيلي، هيروح ان شاء الله في الصيف المقبل الى ريال مدريد في صفقه تقدر ب 50 مليون يورو، وهو يشبه الى حد كبير نيمار. عندنا لوان كانديدو بيلعب في نادي بالميراس البرازيلي في مركز المدافع الايسر باك ليفت، وبيشبهوه انه خليفه مارسيلو، واحتمال ان شاء الله في الصيف اللي جاي يروح مانشستر سيتي. عندنا كمان عبد الله دابو بيلعب في نادي نانت، اصغر لاعب شارك مع الفريق الاول، يقول عنه مدرب منتخب فرنسا انه مزيج بين كانتي وبوجبا، بيلعب في منتصف الملعب. عندنا كمان ويليام جوبز بيلعب في نادي موناكو الفرنسي في مركز المهاجم، انتقل من ليون لموناكو في صفقة تقدر ب 20 مليون دولار لما كان عنده 16 سنة. عندنا كمان أوليفر باتيستا ماير بيلعب في نادي بايرن ميونخ الألماني في مركز وسط المهاجم. وفي عندنا فيكتور موليخو بيلعب في نادي أتلتيكو مدريد، وبيلعب في مركز بيلعب في الفريق الأول لأتلتيكو مدريد. دي كل المواهب دي ان شاء الله خلال السنين الجايه وخلال الفتره الجايه اكيد هنسمع عنها، هيطلع منهم ميسي، هيطلع منهم كريستيانو، هيطلع منهم محمد صلاح. وعندنا برضو شادي رضوان ابن الاهلي لما اتكلمت عنه جريده الجارديان قالت يصنع الجناح السريع او يضع الجناح السريع عينه على ان يصبح محمد صلاح، مثله الاعلى محمد صلاح، او ربما يكون الافضل. هو اللاعب الملقب بالفراري، وعلى فكره لقب الفراري ده أطلقوا عليه فاروق صلاح معلق قناة النادي الأهلي المختص بالناشئين. لديه مهارات كبيرة ويلفت الأنظار بشدة. ولد رضوان في مدينة المنصورة وسجل 14 هدف وقدم 8 تمريرات عام 2017-2018. نتمنى إن شاء الله لشادي رضوان وكل المواهب الموجودة داخل القطاع التوفيق إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية. دي معانا برضو من ضمن الأهداف بتاعت 60 موهبة الموجودة في العالم. مواهب فعلا يعني بتعبر عن لعيبه ان شاء الله هيكون ليها مكانه كبيره خلال السنين اللي جايه في الكره العالميه. وزي ما قلت لحضراتكم اكيد هنشوف في المواهب دي لاعب زي ميسي، لاعب زي كريستيانو، لاعب زي مودريتش، لاعب زي محمد صلاح، وحتى الاهداف اهداف حلوه. واجسام ما شاء الله كمان يعني اجسام قويه، انت بتتكلم عن لاعب عنده 17 سنه، فشوف القوه وشوف اللياقه البدنيه، شوف المهارة.
وعندنا برضو من ضمن المواهب عبد الله دابو، ده احنا قلنا عليه ده برضو بيلعب في نادي نانت، مدرب منتخب فرنسا، بيقول ده موهبه مبكره هتظهر للعالم ومزيج ما بين كانتي وبوجبا. شايفين الهدف ده ما شاء الله تسديده قويه من مسافه بعيده متوجهه، راح في مكان صعب على اي حارس. ان الموهبه هتظهر في الشكل ده والارقام كمان اللي بتدفع، يعني انا شايف في لعيب ويليام جوبلز بيلعب في نادي موناكو الفرنسي، بيروح نادي ليون بيدفع في لعيب عنده 15 سنه 20 مليون دولار، فاكيد دي صفقات طبعا هتهز العالم في السنين اللي جايه. برضو عندنا رودريجو بيلعب في نادي سانتوس البرازيلي، طبعا البرازيل عارفينها بتطلع مواهب كبيره جدا في عالم الكوره. لما يروح نادي ريال مدريد وتهتم بيه ريال مدريد في السن المبكر الصغير ده، بيروح ريال مدريد ب 50 مليون دولار، فدي ارقام كبيره جدا. نحن نشوف شادي رضوان ابن النادي الاهلي وسط النجوم ده، فده شيء مهم جدا. والحمد لله زي ما قلت لحضراتكم دايما قطاع الناشئين بالنادي الاهلي بيخرج مواهب كبيره. نتمنى لشادي رضوان وكل المواهب الموجوده التوفيق ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه. الفراري موهبه النادي الاهلي وموهبه مصر. يلعبها في اتجاه الفراري، شادي 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 شادي.